اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نستقبل في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه ومن هو نجم هذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ الف مبروك. الله يبارك. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني واللاعبين. الفوز العاشر على التوالي. الفرقه يمكن السنه دي تقلت قوي بشكل كبير بالصفقات بالتدعيمات. بصراحه تحس ان النادي الاهلي تقل. طبعا انت بتوصل للهدف رقم 28 في 10 مباريات. اقوى خط هجوم معدل 2.8 من 10، رقم كبير جدا يمكن ما وصلنالوش من فتره. ان انت بتسجل 8 في اول 10 مباريات تسجل 28 هدف، رقم كبير قوي. كمان خط دفاعك بتسجل يعني داخل استقبل هدفين. يمكن الاداء برضو انت تفوقت النهارده في كل حاجه، في الاستحواذ، في التمريرات، في المحاولات، في العرضيات. الحاجه الوحيده اللي كانت يعني اللي زعلتني شويه في الماتش هو الكلين شيت بتاع الشناوي. كان نفسي ان يعني الكلين شيت ده كان السادس على التوالي. كان نفسي ان الشناوي يكمل، ولكن هو برضو لازم يحط في دماغه ان هو عندك هدف ان انت تعمل رقم كمان كحارس، ان الكلين شيت بتاعك يبقى اكتر. ده بيبقى مثلا مجد كمان للحارس، يعني مجد شخصي للحارس ومجد جماعي طبعا للفرقه. يمكن النادي الاهلي النهارده تفوق في كل حاجه. لو بصينا حتى